جبنا كاسة منحط يا عدس ويا رز، هذول اثنين بس بصيروا. قبل ما تحطي رز بتجيبي قطعة قطنية تكون قماش لون أبيض، بتحطي أول شي قطعة القماش هيك طويلة. وبنحط فوق منها، بنكبسها شوي وبنحط فوق منها زيت، زيت الزيتون. هل بهالطريقة بتشتغل وبطول يعني؟ هلا بهالطريقة بجوز طولت 4 ساعات 5 ساعات تشتغل هذا.